ان مجموعه من زوجات الشرطه ضباط الشرطه عملوا الفكره انهم يعملوا خدمات لاهل الشرطه، فمن ضمنها عاملين يوم اليتيم لاولاد اللي اهاليهم فقدوا في استشهدوا في الاحداث طبعا الاخرانيه او اللي قبل كده، ودفعوا ثمن غالي لحريتنا احنا. فاقل حاجه ان احنا الولاد نحسسهم ان هم مش فقدوا الاب فخلاص الموضوع كده خلص، بقوا في بيتهم خلاص ما حدش بيسال فيهم، لا بالعكس، انتوا فقدتوا الاب اللي هو البطل الشهيد اللي ضحى بحياته عشان احنا. احنا بنقول لهم احنا هم موجودين معاكم، بنحتفل معاكم بيوم لطيف كده، نحاول ان احنا نرفع عنه شويه. انت شايفه من وجهه نظرك الانسانيه ان ابن الشهيد من الممكن ان يضع نفسه في درجات، ام من الممكن ان الوزاره وما يحيط بها تكون معه قلبا وقالبا؟ اكيد الوزاره معه اصلا قلبا وقالبا. ماذا فعل الفنانون من اجل ابناء الشعب؟ بص عايز اقول لك حاجه، احنا اي حاجه بتطلب مننا بنعملها، اي حاجه بتطلب مننا، يعني انا اي تكريمات بالذات لزوجات الشهداء، لامهات الشهداء، لاطفالهم، انا بحضر فورا بلغي شغلي عشان اجي، لكن لو طلب مننا اكتر من ده برضه احنا جايين النهارده عشان نعزي اسر الشهداء ونقول لهم يعني لازم تبقوا فخورين جدا بابهاتكم اللي راحوا فداء للوطن، او بنقول لامهات الشهداء اللي قلبهم بيعتصر حزنا على اولادهم، بنقول لهم البقاء لله وان هم ضحوا علشان مصر ترجع مصر الجديده الاول زي الاول واحسن ان شاء الله. فاحنا بنقول ان هم ضحوا علشان خاطر الحرب ضد الارهاب، وبنقول البقاء لله، وبنحاول نقدم اي حاجه علشان نبقى واقفين جنبهم في يوم زي ده. من وجهه نظرك الانسانيه، هل هو الدور الاخير لهم ام هو لابد من وضع ادوار بارزه اخرى لكي تكون في محك الاطوار؟ بص مبدئيا ده مش جديد على رجاء مصر الشرفاء من الشرطه ومن الجيش ان هم يقفوا الوقفه دي، ودي يعني هم دول رجاله مصر الحقيقيين، فهو لسه دورهم جاي ودورهم جاي كبير، ولازم مش دورهم هم لوحدهم الشرطه والجيش، دور كل الناس في مصر المصريين الطيبين الشرفاء ان هم يقفوا ويقفوا ضد الارهاب ويقفوا تحت قياده رئيسنا الجديد ان شاء الله السيسي، وكلنا نتكاتف معاه علشان نقدر نبني، عشان هو طبعا احنا كلنا فرحانين لانه هو عمل حاجه هتتكتب او كتب اوريدي اسمه بحروف من نور في التاريخ، لان هو حول المسار بتاع مصر بدل ما نرجع قرون لورا، هيقدمنا وبس ايدنا في ايده ان هو يقدمنا لقدام ونرجع مصر بازدهارها بقوتها بريادتها في الوطن العربي كله.